بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع إخوته من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وبعد، فنحن الآن في تفسير عشر آيات من سورة النور. هذه الآيات التي ستذكر لنا ما يصيب الداعي في طريق الدعوة من الأذى، من الأذى المبرأ منه. من الأذى الذي هو محض الظلم والافتراء والبهتان. سجله الله لنا في القرآن ليكون درسا لكل داع إلى الله عز وجل، إذا كان صادقا في الدعوة مخلصا لها منتجا، فلا بد وأن يمر عليه كل ما مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى ومن حسد ومن عدوان ومن جور، ولكن باعتبار الصبر شطر الإيمان، من لا صبر له على المكاره وعلى الشدائد، ومن لا صبر له ولا صمود عند الأمور العظام، فهذا فاقد لشطر الإيمان. والإيمان ليس قولا بأن تقول آمنت، إيمان القول مرفوض، ولو صاحبه العمل ولم يصحبه القلب فأيضا مرفوض، لأن المنافقين كانوا يقولون بأننا مؤمنون ويصلون ويصومون ويجاهدون مع النبي، لكن بقلوبهم كانوا على عكس ذلك. فالله عز وجل قال: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. ليش؟ لأنه ما كان الإنفاق بدافع القلب، رياء وسمعة. كان يصلوا مع النبي، الله قال: لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم أسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. كان يذهبوا للجهاد حتى يثبتوا وينشروا الدعايات في الجيش لإضعاف معنويات المسلمين. لذلك الإيمان القولي والعملي إذا لم يصل إلى القلب فالقضية فيها الخطر الكبير. الصبر هي صفة من صفات القلب، تحمل المكاره عند الشدائد بقلب راضي وبعزيمة ثابتة. فالداعي هو المهندس والبناء للإسلام. معنى الإسلام يعني بناء المجتمع وبناء الشخص، بناء العلمي وبناء العقلي والفكري والأخلاقي والروحي،
حتى يصير حكيما عالما خلوقا مهذبا مناضلا رحيما إنسانيا. فمن جملته بيكون صبورا. لذلك لما النبي كان يمر على المسلمين وهم يحرقون ملقون على بطونهم والنار في ظهورهم ويقولون يا رسول الله ادعوا الله لنا، فيقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة، يعني موتوا تحت العذاب اصبروا يا ابني. فالله سجل لنا ناحية من النواحي التي أوذي بها النبي في عرضه وشرفه وكرامته، وهو اتهام المنافقين للسيدة عائشة بالزينة، وسمي بالإفك. الإفك هو الكذب الصراح، وأبلغ الكذب والافتراء. واحد يكذب على زوجة النبي وبنت الصديق، لما شاع الأمر سيدنا أبو بكر صار يبكي، قال إن هذا الأمر ما فعلناه في الجاهلية أنا فعله بالإسلام. بنت الصديق والصديقة وزوجة رسول الله، ومع ذلك فالله سجل في القرآن درسا وفقها. أي ناحية؟ اثنين، حتى إذا صار مثل هذا الحادث ونسب إلى ورثة رسول الله ما لا يتناسب مع مكانتهم، عندك فقه في القرآن أقدت الدرس؟ لولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. عقلا ومنطقا، عقلا هذا فقها ودينا، عقلا ومنطقا قال والدعاوى، إذا واحد ادعى شيء بدك تقول له شو الدليل على صحة ما تدعي؟ قال نازل مطر، شو الدليل؟ بيقول لك اتناوق من الشباك لما بشوف الأرض مبلولة والمطر عتنزل. فأتى بالبينة على صحة دعواه. هلا الناس بيصدقوا المدعي بلا بينة، مع أنه ورد بأنه إذا أتاك الخصم وقد قلعت عينه فلا تصدق ما يدعي حتى تسمع خصمه، فلعل خصمه قد قلعت عيناه. فلعل خصمه صحيح هذا مقلوع عينه، لكن يكون هو متعدي على ذاك أول، قال له اثنين دافع عن حاله حتى قال له إيش؟ إما بمجرد السماع، بمجرد النظر تكون عاطفي تؤخذ. فإذا كان لك عقل والدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء، والدعاوى إن لم تقم بينات عليها أصحابها أدعياء. تقول فلان فعل، شو الدليل؟ بمجرد ما قال فعل، قال بلسانه بالصدق، ما فيك عقل ولا فيك دين، لأن الدين يمنع إلا ببينه، والعقل يمنع إلا ببينه. شيء ثاني، إذا كان بيت النبوة بقطع النظر عن هالأمور، بيت النبوة حاشا لله أن يزوج الله نبيه بامرأة تكون بغية أو زانية، بيصير، لأنه هذا بده يلوث شرف إيش
ولذلك ذكر هالمعنى الله في القرآن، قال الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. لو كانت عائشة خبيثة بصير والطيبون للخبيثات، الله ما قال والطيبون للخبيثات، قال والطيبون لي ابني. امتى بدنا نفهم القرآن؟ المؤمن بسمع وبتأثر، لكن إذا ما صار له قلب، والقلب ما هذا الجامع مبني من الإسمنت والحديد والرمل وإلى آخره، كمان القلب بده يبنى من التوبة الصادقة ومجاهدة النفس في ترك رذائل ونقائص أخلاقها. لكن الجاهل ما تكون طفل تترك نفسك على هواها. الرجولة هي الإرادة، هي العزم والحزم. الرجولة هي أن يمشي الإنسان بمقتضيات العقل الناضج الكامل السليم. الرجولة أن يفهم كلام الله الفهم الصحيح، ونفسه مهيئة وقلبه مهيئ لتلبية نداء الله وامتثال أمره. لما بروح على الحج يقول لبيك اللهم لبيك، شو معنى؟ أنه يا ربي أنا كنت ألبي نداء الشيطان ونداء النفس ونداء الأهواء ونداء العادات، فأنا سأصم أذني عن كل هذه الدعوات والنداءات، ولا أجعل أذني تلبي إلا نداءك. هذا يعني قبل الحج. الحج ما فرض إلا في آخر عمر النبي وفي آخر مراحل الإسلام، بعد ما هيئهم قلبا وروحا ونفسا وتزكية، قال لهم تعالوا إيش؟ تعالوا حجوا. في قصة الإفك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا كان يعمل قرعة بين نسائه، هل تطلع قرعتها يأخذها معه في السفر. فطلعت القرعة فيها السفرة لسيدنا عائشة رضي الله عنها. فسافروا، لما رجعوا في إحدى المراحل والجيش يعني في الراحة، فنودي بالرحيل. قال فالسيدة عائشة صار لها حاجة لقضاء حاجة، خرجت هيك بعيدا. قال فلما قضيت شأني ورجعت لمست صدري، وإذ طائلها من جذعي ظفار، هذا مثل العائق بيجي من اليمن قد انقطع. قال فرجعت لألتمسه فحبسني ابتغاؤه. اتأخرت هي عم بتدور على ايش؟ على طوقها. واحتمل المسلمون هودجي، قال وكنت صغيرة ونحيفة. حمل الهودج تبعه ومغطى، ظنوها انه ايش؟ بالهودج، ومشي الجيش. لما رجعت وهي عم تدور على الطوق شافت الجيش راحل. قال فأقمت في مكاني وعلمت بأنهم سيتفقدونني، بيجوا بياخذوها. فكان أحد الصحابة المسمى بصفوان ابن المعطل السلمي كان يمشي وراء الجيش، إذا حدا سارت غرضه نسيان شيء كان يلملم ويرجعون لأصحابهم. قال فرآني، فلما رآني قال ما سمعت منه إلا هذه الكلمة إنا لله وإنا إليه راجعون. قال فاسترجعت، وكنت نائمة فاستيقظت باسترجاعه، فخمرت وجهي بجلبابي، حطت غطاء رأسه على وشه، خلاصة قال ونخخ الناء تبعه
وركبها وقاد بها. قال والله ما سمعت منه كلمة ولا سمع مني إلا كلمة الاسترجاع. شو الاسترجاع؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. حتى أدركنا الجيش وكان في نحر الظهيرة وعرف الخبر ابن أبي سلول رأس المنافقين زعيم المنافقين مع الجيش في الجهاد. يعني كان النبي يجاهد بالصديقين ويجاهد بمين؟ بالمنافقين ومع أتباعه. قال ورأس المنافقين شو بده؟ بده أقل من هي. فباعتقاده أنه حاز على أكبر غنيمة لحتى يهدم النبوة ويهدم الإسلام. فتولى أمر الإفك. هو حمل راية الدعاية في اتهام السيدة عائشة بمين؟ بصفوان ابن المعطل السلمي. وصار ينشر، سمعتوا؟ أدريتوا؟ واحد منهم يحلف الأيمان أنه ما نجا منها ولا نجت منه، واحد يحلف الأيمان فجر بها وفجرت به. حتى انتشر الخبر في كل الجيش. فقالت عائشة فقدمنا المدينة فمرضت شهرا. وإشاعة الإفك انتشرت بين كل الناس وأنا لا أشعر بشيء من ذلك. هي ما حدا يعني ضعيفة مريضة، وكمان أهل المريض حريصين ما يسمعوا المريض ما يزعجه. قال ولكن رابني في وجعي أني استنكرت اللطف الذي كنت أراه من رسول الله، وكان إذا دخل يسلم السلام عليكم ويقول كيف فيكم، كيف حالي، أكثر من هيك ما فيه، وخاطركم مع السلام. قال فكان ذلك يريبني وأنا لا أشعر بالشر حتى نقهت. فسمعت من أمي مصطح، أي إحدى يعني الخادمات لبيت النبي، تعثرت في ثوبها فقالت رح تقع. فقالت تعيس مصطح عن ابنها. فقلت لها أتسبين رجلا قد شهد بدرا؟ هذا من أهل بدر عم تسبيه، وهي مين؟ أمه. فقالت أولم تسمعي ما قال؟ قلت وما قال؟ قال فأخبرتني بحديث الإفك. ومن جملتهم كمان مصطح، وهو من أهل بدر، يعني مسلم لكن ما نضج إسلامه. نضوج الإسلام بده ينضج عقلا سلوكا خلقا، جاهد جاهد، لكن تسري عليه دعاية أعداء الإسلام. أعداء الإسلام أعداء الإسلام، بده يهدموا الإسلام. أنت مسلم بتقبل أوام وتصدق أوام؟ هلأ المسلم خصوصي إذا سمعوا كلمة عن أهل الدين كأنه وحي نزل. أما أخي شو الدليل على صحة بركي؟ هي كلام أعداء أهل الدين، وما أكثرهم خصوصي الدعاة إلى الله اللي ظهر نتاجهم ونفعهم شياطين الإنس والجن كلها دافع للحرب. لا تكون جندي وأجير عندها الشياطين. المسلم لا تعلم ولا تربى ولا تهذب، يخوض مع الخائضين.
أما ما تعلموا الدعاوى إن لم تقم عليها بينات أصحابها أدعياء. ما تعلم القرآن لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. هذا ما بليق ببيت النبوة. شو بالحكي اللي عم تحكي أنت؟ لو أنا شفت عيني ما بصدق. وقالوا هذا بهتان عظيم. بدك تحكم بكذبه من غير بينة، لأنه ما هذا ما بتناسب معها. يعني إذا أنا والله الياسمين حامل زهر ريحته كرها، حدا بيصدق؟ إيه على حطبة ما بتصدق إذا كان شيء على خلاف طبيعتها. فشلون بتصدق على إنسان في مقام النبوة أو إنسان في مقام نيابة النبوة ظهر نفر في مشارق الأرض ومغاربها؟ فهذا من إيش؟ هذا بدل على نفاقه ولو كان من أهل بدر، بدل على ضعف إيمانه، على عدم نضج إسلامه. السبب ابن المسلم ماله ما دخل في مدرسة الإسلام، أخذ إسلامه بالميراث. أبوه محمد طلع هو أحمد صار مسلم. الطب ما بصير بالميراث، النجارة ما بصير بالميراث، الزراعة كله بده علم وعمل وتدريب وتربية ومربي. المسلم بالميراث مسلم، سببه لأنه ما دخلوا مدرسة الإسلام الحقيقي. فقال أما سمعت ما قال مصطح؟ شو قال؟ حكت لها. قال فازددت مرضا على مرضي، فاستأذنت رسول الله أن أرجع إلى بيت أبي، أمرض عندهم فأذن لي، وكان بين الفينة والفينة يزورني النبي ولا يزيد على أن يسلم ويقول كيف أتيكم؟ كيف حالك؟ كذا خاطركم مع السلامة. فجئت أبوي فقلت لأمي ماذا يتحدث الناس به؟ فقالت أي بنية، أي حرف نداء للقريب، هوني عليك. لا كثير تحمليها، فوالله لقلما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرنا عليها القول. لأنك حلوة والنبي بيحبك وبنت الصديق، بدي يصير لك أعداء بدهم يحكوا عليك، هذا شيء عادي بدك تتحملي بشكل يعني كمان عادي، ما تكبري على حالك الوهم. قلت سبحان الله، أو قد تحدث الناس بهذا؟ قالت وبلغ رسول الله قول الناس؟ قالت نعم. قالت فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، لا عين شافت النوم ولا دمعتها نشفت. والحق معها، الشريفة بنت الشرف والكريمة بنت الكرام والصديقة بنت الصديق، وهي تصير عليها. قال ودخل علي أبو بكر وأنا أبكي فأكب يبكي معي وقال هذا أمر ما عرفناه في الجاهلية، أفنتهم به في الإسلام؟ كمان طعنة لأبي بكر وطعنة في النبوة وطعنة في الإسلام. ثم ودعا وأبطأ الوحي. وإذا النبي الله ما أعلمه ما بيعرف، قل إنما أنا بشر مثلكم. فاستشار النبي بعض الصحابة كلهم أثنوا على سيدنا عائشة، سأل الخادمة كمان، الخادمة أثنت على طهر وعفاف واستقامة سيدنا عائشة. فصعد النبي المنبر وخطب وعرف أنه اللي زعيم الدعاية واللي متولي كبرها
وزعامتها مين؟ ابن أبي سلول رئيس المنافقين. هذا النبي لما مات النبي من سياسة الدعوة وحكمة الدعوة وصى هذاك من كمال نفاقه حتى يصير نفاق في الحياة وفي الممات لعمرك تلك إحدى المكرمات، وصى أن يكفن قميص النبي. حكوا للنبي عطى قميصه. سيدنا عمر قال له تعطي قميصك للمنافق، وصار يعدد له أعماله. قال له يا عمر إني لأرجو إذا كفن بقميصي أن يسلم 1000 رجل من قومه. وين عقل النبي ابني؟ وعمر وما أدرك عمر ما حسن عقله يدرك ما أدرك النبي. فإذا كنت مع النبي سلم، إذا ما فهمت إذا كنت مع الشيخ سلم أو اسأل، أما لا تسأل ولا تسلم وتحكم حكم بعقلك القاصر، هذا قلة عقل من جهة وقلة دين. لأن الدين هو العقل الكامل يا ابني، الدين الصحيح بيعملك عقل، بيعملك عقل هائل. مين بده يصنع لك الدين؟ انت مين صنع لك اسلامك؟ وين مدرستك الاسلامية؟ عن مين تربيت؟ من مين تعلمت؟ ما لك لا معلم ولا لك مربي. وبعدين منقول مسلمين ننحسب على الاسلام، فعم نبهدل الاسلام. انا بامريكا لما كنت القي محاضرات في جامعاتها كنت خاف انه اذكر محاسن الاسلام ونتائج، خاف يسالوني انه اذا الاسلام هيك ليش انتم متخلفين. سالوني وعاملني الله دبرنا حالنا. لكن نحن يا ابني المسلمين الان بالاسم، نجار بلا معلم وبلا مدرب يصير؟ لو كان أبوه جده 50 جد له ما بيصير إلا أن يتعلم ويتدرب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله. التهليلة المباركة وأنسبها إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى روح شيخنا وأستاذنا وقرة أعيننا، وإلى روح والدتنا وولدنا زاهر ووالدته، وإلى روح من توفي من إخواننا وأحبابنا. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم برحمتك الواسعة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.